بسم الله الرحمن الرحيم. معهد السنة العالي لإعداد الدعاة تحت إشراف مؤسسة الرسالة الخيرية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الدعوة إلى الله تعالى أحد أصول الإسلام الكبار وواجباته. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولقد كان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أئمة هذا الأمر، يبلغون رسالات ربهم وينصحون أممهم ويدعون إلى الحق والهدى، باذلين الوسع مستفرغين الجهد في ذلك، فأدوا الأمانة على أكمل وجهه وأصلح حال. وفي الإعصار المتأخرة ضعف المسلمون وتقهقروا وتكالبت عليهم أمم الكفر، فكان شأن الدعوة أهم من غيره والحاجة إليه أشد. إن العالم الإسلامي عاش قبل سنين في جاهلية لم يسبق أن مر بها من قبل. عاش في جاهلية سببها إما الفقر وقلة ذات اليد، وإما الأئمة المضلين من الصوفية وغيرهم، وإما التجهيل المتعمد من دول الكفر وأعداء الإسلام. ومن أعظم دول الإسلام والمسلمين في هذا الزمن دولة إندونيسيا، بلد 220 مليون مسلم، فلقد أصابها ما أصاب العالم الإسلامي من جهل وتخلف، فلقد انتشر بها من التنصير والشرك والبدع والخرافات ما لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. ولقد عث التنصير فيها فسادا بتنصير الفقراء من المسلمين أو حرفهم عن دينهم ليعيشوا بلا هوية. واليوم ولله الحمد والمنة بدأت العقيدة الصحيحة تنتشر بين الناس، ولكنهم بحاجة إلى من يزيد هذا الانتشار ويوسع هذه الدائرة، وليس لهم بعد الله إلا العلماء الراسخين في العلم. وهؤلاء العلماء يجب أن يوجدوا من أرض إندونيسيا، فهم أعلم بحال بلادهم وأهلها، ولذلك أصبح من الضروري إيجاد مثل هؤلاء. والطريقة الصحيحة لإيجاد مثل هؤلاء هي بناء المعاهد الشرعية لإعداد العلماء والدعاة. ومن منطلق هذه الحاجة الماسة لإقامة مثل هذه المعاهد أقيم معهد السنة العالي لإعداد العلماء والدعاة ليقوم بهذه المهمة ويغطي جزءا من الحاجة الماسة. أقيم هذا المعهد في مدينة ميدان شمال سومطرة، وهي ثالث مدينة في إندونيسيا، وهي معقل التنصير، فسكانها يزيدون على 10 ملايين نسمة، 50% منهم نصارى، نسأل الله العافية. لإنشاء المعهد أهداف كثيرة، منها إعداد دعاة ذوي شخصية متكاملة وكفاءة علمية عالية، نشر الطلاب المتخرجين من المعهد بين الناس في جميع الأماكن من معاهد وجامعات وقرى وجزر نائية لإزالة معالم الجهل بالدين من بدع وخرافات، ورد الناس إلى دينهم الحق. الدراسة في المعهد تتطلب تواجد الطلاب في المعهد طوال اليوم لكثافة البرامج التعليمية والتربوية، ولذلك وفر المعهد لطلابه سكنا لهم بما فيه من التسهيلات اللازمة وجميع ما يحتاجونه من الأكل والشرب والكتب وبعض حاجياتهم الخاصة. ومن منطلق حاجة طلاب العلم إلى الكتب للقراءة والبحث، أعد المعهد لطلابه مكتبة تعتبر من أكبر المكاتب باللغة العربية في ميدان.
لا يقتصر المعهد على إعداد برامج الدراسة المكثفة فحسب، بل له أنشطة إضافية من أجل تجديد النشاط، فمنها الدروس العلمية الإضافية، تدريب الطلاب على الخطابة والأذان والإمامة في مسجد المعهد، المذاكرة المسائية، الرياضة البدنية، الرحلات الفصلية للطلاب. الدورات العلمية التربوية الصيفية، ويقوم بها مشايخ من السعودية كل سنة. لا يقتصر المعهد على إعداد برامج الدراسة المكثفة داخل المعهد فحسب، بل خطط لبعض النشاطات الدعوية الخارجية لأهل القرى المحيطة بالمعهد والبعيدة عنه، وقام بهذه الأنشطة أساتذة المعهد وطلابه وفق منهج مرسوم ومحدد لهم، يبدأ مع بداية السنة وينتهي بنهايتها. ومن هذه الأنشطة الدورات الشرعية القوافل الدعوية. والقافلة هي عبارة عن مجموعة من الطلاب ترحل إلى مناطق وجزر نائية وبعيدة عن المعهد، فتقيم فيها مدة 5 أيام تقريبا. المحاضرات، إلقاء المحاضرات والخطب في المساجد خارج المعهد على وفق جدول معد مسبقا، ولقد بلغ عددها 595 خطبة و642 محاضرة، نسأل الله أن ينفع بها. تعليم الأطفال، لقد افتتح المعهد حلقات تدريس القرآن وتعليم القراءة بالعربية لأطفال القرى المحيطة بالمعهد، ولقد بلغ عدد المستفيدين من هذه الحلقات 2000 طالبا. تفطير الصائمين في رمضان، يقوم طلاب وأساتذة المعهد بمشروع تفطير الصائمين في المساجد حول المعهد، ويتخلل هذا المشروع أنشطة أخرى مثل المحاضرات والدروس والمسابقات وصلاة التراويح وتوزيع الكتيبات والنشرات المفيدة، ولقد بلغ عدد المستفيدين من هذا المشروع أكثر من 32692 صائما وصائمة. مشروع الأضاحي، يقوم المعهد بمشروع ذبح الأضاحي حول المعهد وفي القرى والجزر النائية وتوزيعها على الفقراء، ويتخلل هذا المشروع أنشطة أخرى مثل المحاضرات والدروس وتوزيع الكتيبات والنشرات المفيدة وتعليم الأطفال، ولقد بلغ عدد الأسر المستفيدة من هذا المشروع أكثر من 21283 أسرة فقيرة. توزيع الكتيبات، يقوم المعهد بتوزيع الكتيبات بين الناس في القرى والجزر البعيدة عن المعهد وإقامة المسابقات عليها لرفع الجهل عن الناس، ولقد بلغ عدد الكتب الموزعة 120647 كتيب. توزيع نشرة السنة، يقوم المعهد بتوزيع نشرة السنة، هي عبارة عن نشرة نصف شهرية يعدها طلاب ومدرس المعهد لرفع الجهل بين الناس، فتوزع في المساجد والأماكن العامة، ولقد بلغ عدد النشرات الموزعة 191500 نسخة. وللمعهد نشاطات دعوية أخرى مثل توزيع الثياب على طلبة العلم والعلاج المجاني وتوزيع الجلابيب. لقد قام بزيارة المعهد والاطلاع على نشاطاته نخبة من المشايخ وطلاب العلم منذ افتتاح المعهد وإلى الآن، من هؤلاء الشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ الدكتور ناصر بن محمد العبري رئيس القسم عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام بالرياض، الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز اللاحم المشرف التربوي بوزارة التربية والتعليم بالقصيم، الشيخ خليل بن محمد الزير المدير التنفيذي لمؤسسة عيد ثاني القطرية بدولة قطر. هذا هو معهد السنة العالي لإعداد الدعاة الذي أنشئ من أجل الدعوة إلى الحق وتعليم الناس دينهم الصحيح على منهج الكتاب والسنة. في نهاية هذا التقرير
نودعكم ونأمل ألا تنسونا من دعائكم واقتراحاتكم ودعمكم المادي والمعنوي، فنحن في وجه التنصير والجهل نقاوم. ونختم هذا التقرير بكلمة أحد خريجي المعهد حال تخرجه منه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما ينبغي لنا إلا أن نشكر الله عز وجل حيث جعلنا من المتفرغين لطلب العلم في هذا المعهد المبارك الذي يتمناه ألوف بل ملايين من الناس، فأبى الله إلا أن يختارنا ويجعلنا ممن يحمل راية الإسلام. فنسأل الله أن يجعلنا جندا من جنوده وسهما من سهام الإسلام ليقع في نهور الكفار والمبتدئين، كما نشكر جميع المحسنين الذين تبرعوا بأموالهم في سبيل الله. أسى الله أن يبارك لهم فيما أنفقوا وفيما أمسكوا، فمثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة. تذكر يا أخي أنا على الفقدان لا نقوى، فزرنا دائما زرنا ولا تنسانا في الدعوة، فزرنا دائما زرنا ولا تنسانا في الدعوة. أحبك يا أخي في الله حبا صادقا عذبا، وأسأله إله العرش أن يبقي لنا القربى. أحبك يا أخي في الله حبا صادقا عذبا، وأسأله إله العرش أن يبقي لنا القربى. لئن فارقتني جسدا لقد صافيتني قلبا، لئن